ولأني الأحوال الجوية مع أمي. مرحبا. الأجواء المستقرة بعدم كفاية معنا اليوم وبالأيام الجاية. اليوم نهارنا صافي مع غيوم مرتفعة بتغطي السماء بشكل جزئي وارتفاع إضافي ومحدود بدرجات الحرارة ببعض المناطق، بس الأجواء بتكفي باردة. اتجاه رياح شمال غربي لشمال شرقي والحرارة على الساحل تتراوح بين 24 وال 25 درجة، على الجبال بين 14 و 22 وبالداخل بين 20 و 22 درجة. رطوبة بتنخفض على الساحل، هواء خفيف، البحر هادي والجو صافي مع غيوم مرتفعة. كيف الطقس اليوم ببعض مناطق وضيعة لبنانية منشوف بها الجولة من الجو ومننطلق من عكار وتحديدا من الكويخات مع 21 درجة، طرابلس 24، بشمزين 20 درجة، دوما 16، فريا 16 درجة، عريا 23، خلدي صيدا وصور 25 درجة، منوصل على شقرة مع 21 درجة، كمان 21 درجة بكوكبة، المنصورة 21 درجة، 22 بدورس، وختام جولتنا بالقاع و 22 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم وبقية الأسبوع. اليوم الخميس الحرارة بنهار 25 درجة و14 درجة بالليل، 26 درجة لنهار الجمعة والجو صافي والطقس بكفي على هالحال بالويك أند، والحرارة الأحد 24 درجة و15 درجة بالليل. لتعرفوا كل أخبار الطقس تابعوا نشرات 3 دايما خلال نشرات أخبار الـ MTV، وأنا بلاقيكم بنشرات لاحقة.